إيران حركت صواريخها بوجود عسكري روسي على أراضيها في ظل ترقب كبير للهجوم الإيراني القادم على إسرائيل. تفاصيل هذا الأمر قد نشرت في 24 ساعة الماضية من قبل وكالة رويترز عن طريق مسؤولين أوروبيين استخباريين، هم الذين تحدثوا عن صواريخ فاتح 360. هي الصواريخ التي عرضتها إيران وقدمتها في أبريل من عام 2022. هي صواريخ أرض باليستي يصل مدى الصاروخ إلى 120 كيلومترا، ووزن الرأس الحربي لهذا الصاروخ يصل إلى 150 كيلوغراما، وهو شديد الانفجار. والمنصة لإطلاق هذه الصواريخ قادرة على حمل 6 صواريخ مرة واحدة كما نلاحظ، ومن الممكن توجيه هذه الصواريخ أساسا عبر الأقمار الصناعية. وقارنتها إيران أوبزيرفر مع منظومة هايمرس الأمريكية، رغم أن منظومة هايمرس وصواريخها تصل إلى 300 كيلومتر، أي ضعف المسافة الخاصة بصواريخ فاتح 360. ولكن الحديث من قبل الأوساط الإيرانية مثل إيران أوبزيرفر أو حتى إيران سبكتيتر بأن هذه المنظومة تدخل كمنافسة واضحة جدا لمنظومات هايمرس تحديدا. الذي جرى والتفاصيل التي ذكرت من قبل وكالة رويترز تحديدا، هي قالت بأن هنالك العشرات من العساكر من الجنود الروس كانوا قد وصلوا مؤخرا إلى الداخل الإيراني وبدأوا بعمليات تدريبا مع الإيرانيين من أجل أن يتحصلوا على التدريب الكافي لكيفية تشغيل هذه المنظومة الصاروخية فاتح 360 التي نتحدث عنها. وبعد الانتهاء من معرفة كيفية تشغيلها واستخدامها، سيكون هنالك نقل لهذه المنظومة مباشرة والصواريخ إلى الداخل الروسي لكي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا تحديدا. وهذا يأتي بعد عملية اتفاق كبيرة قد وقعت بين روسيا وكذلك بين الجانب الإيراني من أجل شراء هذه المنظومات الصاروخية، صاروخ فاتح 360 وصواريخ باليستية أخرى في ديسمبر من العام الماضي بعد انتهاء القيود التي فرضت على الجانب الإيراني. انتهت صلاحيتها، كانت هنالك قيود صاروخية من ضمن الاتفاقية النووية انتهت، وبعد ذلك وقعت هذه الاتفاقية، وبالتالي ليس هنالك أي إمكانية لمعاقبة إيران في إرسال هذه الصواريخ أو بيعها لأي دولة كانت، إن كانت إلى روسيا أو إن كانت إلى أي دولة أخرى. وحتى روسيا بشرائها لهذه المنظومات لن يكون هنالك خطر عليها، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية توعدت بالرد على مثل هذا التحرك، إلا أن هذا التحرك فعلا يجري على واقع الأرض. وهنالك مؤشرات وقد تكون أدلة واضحة على أن هذه المعلومات التي ذكرت في وكالة رويترز هي دقيقة ودقيقة للغاية، من خلال إشعار قد صدر من قبل الجانب الإيراني تحديدا إلى الطيارين المدنيين. وهذا الإشعار هو قال ببساطة بأن هنالك مناورات عسكرية الآن بدأت في الداخل الإيراني، وهذه المناورات والتدريبات العسكرية ستستمر وستبدأ هي من اليوم وحتى 14 أغسطس تحديدا، ومن الساعة 1:30 من الصباح الباكر حتى الساعة 11:30 من الصباح الباكر. هي لم تحظر عملية الطيران لا أبدا، بل هي طلبت من الطائرات المدنية أن تحلق على ارتفاع يصل إلى أكثر من 10,000 قدم لتفادي الأضرار القادمة من طبيعة هذه المناورات العسكرية. وذكرت هذه التفاصيل من خلال هذا الإشعار تحديدا بأن عملية المناورات والتدريبات تأتي في همدان إلى جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران. في قاعدة همدان هنا تحديدا هي عمليات التدريب التي نتحدث عنها، وهذه القاعدة في حقيقة الأمر وهذه المنطقة هي لا تأتي بعيدة أبدا. هذه همدان التي نتحدث عنها هي ليست بعيدة عن كرمنشاه، المسافة تقريبا 135 كيلومترا عن كرمنشاه التي تتواجد فيها قاعدة صاروخية خطيرة للغاية، هي الأخطر على الإطلاق، والتي يعتقد بأنها ستنفذ الهجوم المباشر الذي سيأتي من الأراضي الإيرانية عبر الأجواء العراقية إلى الأجواء السورية، ثم تصل مباشرة إلى إسرائيل كما فعلت إيران أساسا في عملية الوعد الصادق في شهر أبريل من هذا العام تحديدا. بالتالي كل الأنظار تتجه لهذه القاعدة، بالتالي هذه التدريبات ليست بالبعيدة أبدا من هذه المنطقة. وأساسا غرب إيران هنالك الكثير من الطيران الحذر في هذه المنطقة في كل ليلة في ترقب لما ممكن أن تفعله إيران، في أي لحظة من الممكن أن تنفذ هجومها باتجاه إسرائيل. وكذلك أيضا أن الطيران حذر
في الأجواء العراقية، في الأجواء السورية، وحتى على مستوى الأجواء الإسرائيلية هنالك ترقب لهذا الهجوم القادم، وبالتالي ينظر إلى هذه الإشارات أو هذا الإشعار القادم من إيران للطيارين المدنيين بأنه فعلا تجهيز لعملية إطلاق الهجوم مثل تدريبات قد شهدناها الأسبوع الماضي من قبل الجانب الإيراني، رغم أنه لم يكن هنالك أي حظر للطيران. وطبعا هذا الأمر هو ممكن، لماذا؟ لأن التحذيرات مستمرة في طبيعة الهجوم الإيراني القادم، على سبيل المثال بتصريحات صادرة من نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث بشكل واضح على وهو العميد علي فدوي بأننا سننتقم، سنثر لإسماعيل هنية، هو كان ضيفا علينا وهذا الانتقام لن يذهب ولن تذهب دماء طبعا إسماعيل هنية سدى بهذه الطريقة. كذلك التحذيرات من موقع أكسيوس الأمريكي وحتى إسرائيل ريدار ومعاريف العبرية بأن المعلومات الاستخبارية تتحدث أن إيران أو حتى حزب الله اللبناني من الممكن أن ينفذ هجومه خلال 24 ساعة القادمة. قبرص دخلت بإنذار كبير في 48 ساعة الماضية لإخلاء البعثات الدبلوماسية الموجودة في الشرق الأوسط، لأنهم يتوقعون أن هنالك احتمالا لحرب إقليمية خطيرة، بالتالي لا بد من المساعدة في إجلاء هذه البعثات الدبلوماسية. أيضا رسائل قد وصلت نصية للمواطنين في إسرائيل تذكر بأنهم سيدفنون يوم غد أي في 24 ساعة القادمة. وأيضا إيران إنديا كانت قد أعلنت بأنها علقت رحلاتها تماما فوق الأجواء الإسرائيلية ولن تصل إلى بن غوريون نهائيا حتى 1 نوفمبر القادم. وأيضا هنالك في نفس الوقت إشعارا آخر من قبل روسيا للطائرات المدنية، الطائرات الروسية وغيرها، منعتها تماما وحذرتها من التحليق فوق الأجواء الإسرائيلية، وذلك لأن الأجواء الإسرائيلية في خطر كبير للغاية بدءا من الساعة 1 صباحا بتوقيت إسرائيل وحتى الصباح الباكر، بالتالي هنالك توقف للطيران كبير. هنالك كذلك نلاحظ هنا من آخر خارطة توضح لك طبيعة حظر الطيران الكبير، ترى هنا من عمليات التشويش وحظر الطيران متصاعدة بشكل كبير في كل هذه المناطق التي نراها، هنا باتجاه تركيا، هنا باتجاه أصفهان في الداخل الإيراني، مناورات إلى شرق إيران كما نلاحظ هنا، وهذه مستمرة طبعا، وهذا يوضح أن تصاعد عمليات حظر الطيران والتشويش وكذلك أيضا عمليات التدريب والمناورات هي تعطي إنذارا كبيرا بأننا قد اقتربنا من الانتقام الإيراني. لكن متى؟ هذا الأمر هو الذي يظل لغزا بالنسبة لإيران هذه المرة مقارنة بما جرى في شهر أبريل تحديدا. وها نحن نتحدث عن همدان القريبة من كرمنشاه كما تحدثنا، هذه المنطقة التي تعطي فرصة بأن من الممكن مثل هذه المناورات أن يأتي فجأة، هي مناورات عادية، ويأتي فجأة الهجوم باتجاه إسرائيل كما نتحدث. لكن المشكلة أن قاعدة همدان العسكرية التي جرى فيها هذا الإشعار من إيران للطيارين المدنيين وقالوا بأن هنالك تدريبات عسكرية، هذه القاعدة سبق وأن استخدمت من روسيا في عام 2016 كما ثبتتها الجارديان. انطلقت طائرات حربية روسية من هذه القاعدة باتجاه سوريا وضربت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي، وهذا يدل أن هنالك تواجد روسي عسكري في هذه القاعدة تحديدا، وهذا هو الذي جعل مصادر مهمة مثل أوسن ديفندر أو إيران انترناشونال أن تتحدث بشكل واضح. هذا قد يوضح أن المناورات والتدريبات لهذه الصواريخ تحديدا، وهي صواريخ فاتح 360، أنها قد تكون وتتم في قاعدة همدان تحديدا، لأن هذا التقرير الذي نتحدث عنه لوكالة رويترز مباشرة صدر بعده هذا الإشعار، بالتالي هذا يوضح أن التدريبات بحسب هذه المصادر من الممكن جدا أن تكون في قاعدة همدان. ولاحظ أن التخوف هنا الكبير بأن إيران في ظل التحذيرات الأمريكية أن لا تنقل هذه الصواريخ وغيرها، من الممكن لإيران حتى 14 من هذا الشهر تحديدا أن تنفذ هجوما كبيرا على إسرائيل وتدخل منطقة الشرق الأوسط في إنذار كبير، وخلال هذه العملية التي ممكن أن تكون لأيام بحسب التقديرات الأمريكية والإسرائيلية، من الممكن خلال هذا الوقت أن تقوم إيران سرا بينما العالم مشغول بالهجوم الإيراني على إسرائيل القادم من عدة جبهات أن يرسلوا بالطائرات وطائرات الشحن الخاصة بهم هذه المنظومات الصاروخية، وهي صواريخ فاتح 360 لتستفيد منها روسيا في هجومها على أوكرانيا تحديدا. وهذه الصواريخ ستكون مهمة كما تحدثت وكالة رويترز بالنسبة لروسيا على المستوى الصاروخي، وذلك بسبب أن روسيا ستستخدم الصواريخ الإيرانية
على أوكرانيا تحديدا، ولكن الترسانة الصاروخية الخاصة بها ستستخدم في مواجهات مستقبلية مع حلف الناتو في ظل توسع كبير لعملية المواجهة بين حلف الناتو وبين روسيا على الداخل الأوكراني، بالتالي تحاول الحفاظ على صواريخها الاستراتيجية للمواجهات المستقبلية. لكن أيضا أن هذه الصواريخ وهذه الأنباء تأتي في ظل أن أوكرانيا فاجأت العالم بأكمله، وأوكرانيا تقدمت باتجاه كيرسك بمسافة كبيرة. الآن اخترقت القوات الأوكرانية الأراضي الروسية للمرة الأولى على الإطلاق منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتلاحظ كيف أن أوكرانيا قد تقدمت بالأراضي الروسية بمسافات كبيرة بعدة كيلومترات. قد تقدمت كيرسك لا تبعد عن العاصمة الروسية موسكو إلا 440 كيلومترا إلى جنوب شرق موسكو، بالتالي هذه مسافة خطيرة تأتي باتجاه العاصمة. ونحن نتحدث هذه المرة عن القوات الأوكرانية، وهذا ترتيب لم تضع له حساب الروسية نهائيا، وهذا من الممكن أن يساعد القوات الأوكرانية كثيرا. إن روسيا بعد كل تقدمها في هذه المنطقة في لوغانسك ودانسك وكذلك في خيرسون وفي زاباروجيا بهذا الاتجاه، وبدأت تبحث عن عملية التقدم في الفترة الأخيرة وفي الأشهر القليلة القادمة الماضية للتقدم باتجاه هذه المنطقة أيضا، سومي وغيرها، لخلق منطقة آمنة. وبعد ذلك يأتي دونالد ترامب، ودونالد ترامب سيضغط على أوكرانيا ويتوقف التسليح وتنتهي المعركة بانتصار كبير للقيصر الروسي فلاديمير بوتين. لكن ها هي أوكرانيا تفاجئ الجميع وتتقدم باتجاه كيرسك وتحاول السيطرة وأخذ قطعة كبيرة من الأرض، وذلك لدفع القوات الروسية ببساطة كما هو واضح أن تهتم أكثر بما يجري باتجاه العاصمة الروسية موسكو. من الممكن أن يفتح بابا لإضعاف الهجمات الروسية التي تأتي في هذه المناطق الرئيسية والتي تحاول زيادة توسعها وتقدمها فيها، وتحاول مواجهة الهجوم الأوكراني الكبير المنظم للغاية، وهو ليس مؤقت أبدا من قبل الجانب الأوكراني، رغم أن أوكرانيا لم تضع أي تصريح حول هذه المسألة. وواضح جدا أيضا أن أوكرانيا تريد مسك هذه الأرض وذلك من أجل المقايضة. إذا جاء دونالد ترامب فإن أوكرانيا ستقول نعم مستعدين لإيقاف إطلاق النار، ولكن بالنسبة لنا لن نسلم هذه الأرض التي تقدمنا لها، سننسحب من هذه المنطقة، وعلى روسيا أيضا أن تنسحب من المناطق التي تقدمت لها، وبالتالي هنا روسيا ستخسر كل شيء، كل الجهود وكل السلاح وكل الترتيبات العسكرية التي عملت عليها ستخسرها تماما. بالتالي هذا التقدم الأوكراني يشكل حالة نادرة في هذه الحرب، حتى وإن جاء دونالد ترامب إلى الحكم، رغم أن دونالد ترامب يعاني نوعا ما ضد كامالا هاريس على مستوى الأرقام وغيرها، على مستوى الولايات المتأرجحة إن كانت بنسلفانيا أو ميشيغان أو حتى ويسكونسن، هو متراجع بحسب الريل كلير بوليتكس وعدد من المواقع، لكن إن فاز أوكرانيا تضع حساباتها بهذا الاتجاه. لكن المشكلة أن التقارب بين روسيا وبين إيران أيضا من جهة أخرى هو يفتح باب قلق كبير على من؟ على إسرائيل، لأن إيران من الممكن أن تستفيد نوويا من روسيا كثيرا مع هذه المساعدة الهائلة التي تقدمها لروسيا، وبعد ذلك تهيئ لعملية كبيرة للغاية باتجاه إسرائيل في المواجهات القادمة بعد كل هذه المواجهات التي نراها في منطقة الشرق الأوسط والتي لم تنتهي حتى هذه اللحظة، خاصة وأن إيران تتقدم نوويا كما تحدثت الوول ستريت جورنال كما تلاحظون هنا في 48 ساعة الماضية، وذكرت الآتي عن تقييم جديد أجرته وكالة الاستخبارات الأمريكية، وقالت تقوم إيران بأنشطة بحثية تجعلها في وضع أفضل لإطلاق برنامج للأسلحة النووية. بالتالي هنالك ترتيبات كبيرة، تحضيرات كبيرة قبل الهجوم الانتقامي الإيراني. المسألة ليست فقط للانتقام، لكن يبدو بأنها غطاء لنقل الأسلحة التي تتدرب عليها روسيا الآن في الداخل الإيراني.